أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع الجولة الخامسة قبل الأخيرة من طواف عمان 2019. الجولة هذه الأصعب وهي تسمى ملكة الجولات التي انطلقت من ولاية سمايل وتحديدا من السوق القديم بولاية سمايل انتهاء بالجبل الأخضر. يوم صباحي كان جميل جدا وكذلك الأجواء كانت رائعة تماما من خلال تواجد السحب التي غطت على السماء واستعدادات حاضرة كانت لفريق البحرين عن طريق هذا المتسابق الشاب والصغير الذي أيضا يستعد لانطلاقة هذا السباق وكذلك المتسابق بوزوفيفو دومينيكو بوزوفيفو أحد المروحين بقوة من فريق البحرين ميريدا في هذا السباق. هذه الجولة التي سوف تحدد من سيفوز بالفريق هنا من فريق كوفيدس أحد الأسماء أيضا التي يعني توجه إليها الأنظار في الفترة القادمة. والمتسابق الإيطالي المتسابق جيسوس أو الأسباني عفوا خيسوس هيرادا. The day before Lushenko was stronger, but today. تحدث بين الجولة السابقة كان لوتشينكو هو الأفضل من خلال السباقات الماضية ومرشح الأكبر. هنا لوتشينكو المتسابق الكازاخستاني لفريق أستانا بالقميص الأحمر يستعد أيضا لتحقيق إنجاز كبير والفوز كذلك بهذه الجولة إذا ما استطاع ذلك. And I want pulling for Massimo for GC and then tomorrow I think stage for like for sprinter for enjoy for JRC maybe but today yeah really يقول بأن هذه الجولة هي الجولة الأصعب والأهم حتى تكون الجولة القادمة والأخيرة هي جولة الاستمتاع فقط بالقميص. السباق كما ذكرت انطلق من ولاية سمايل مرورا بعدة مناطق ولمسافة 152 كيلومتر نهاية بالجبل الأخضر عدة مناطق وادي سقط وكذلك بركة الموز هي المناطق السبرنت في هذه الجولة الجولة الخامسة. انطلاقة كانت شرفية من أمام سوق سمايل كما نشاهد السوق القديم وكذلك البداية كانت هادية نوعا ما ولكن بعد ذلك شاهدنا هروب حدث مع الانطلاقة الفعلية للسباق. هنا الانطلاقة الفعلية الآن لهذا السباق ونشاهد البداية الأولية الاتاك الأول أو الهجوم الأول بدأ مبكرا جدا في هذا السباق كما نتابع أمامنا في الصورة ولا كوكبة الدراجين كما نتابع في المقدمة هو جوليان دوفال من فريق لامونديال. شاهد أيضا هنالك من فريق دايركت انرجي متسابقان اثنان أيضا يحاولان أيضا اللحاق بدوفال في هذه اللحظات. هنا رومان كارديس وكذلك فابيان جرانيير من فريق دايركت انرجي. إذا ستة متسابقين دوفال كاردس جاليير وماتيلز ومورتير وفان هايدنك المتسابقين الستة في المقدمة. كينيث فان روي من فريق سبورت فالندير وهنا كذلك رومان كاردس من فريق دايركت انرجي وأيضا المتسابق الآخر من فريق دايركت انرجي فابيان جرانيير في المقدمة. تبادل كما نشاهد في المقدمة الفارق اتسع إلى دقيقتين وعشر ثواني في أو قبل 140 كيلومتر من خط النهاية كما ذكرت 152 كيلومتر للسنة الثالثة على التوالي مسافة هذا أو هذه الجولة بارتفاع أو الانطلاق إلى الجبل الأخضر. الفارق اتسع الآن إلى 3 دقائق و20 ثانية قبل 130 كيلومتر من خط النهاية. شاهد كوكبة الدراجين تقريبا 124 متسابق أو دراج نثن هاس من المتسابقين الذين أيضا انسحبوا في هذا العام. هنا نشاهد النسق العالي جدا من فريق أستانا وفي آخر الفريق بالقميص الأحمر لوتشينكو المتصدر للترتيب العام يمضي مع فريق أستانا وجميع الدراجين أيضا يحاولون كذلك تهيئة أفضل الظروف للوتشينكو في خط النهاية.
عملية صعود كما نشاهد الآن نوعا ما صعبة. هنا ألكسندر كريستوف يعاني من مشكلة في الدراجة، هل سيواصل المسير ألكسندر كريستوف الأفضل بالنقاط في مسابق فريق الإمارات بالقميص الأخضر قميص النقاط يدخل هذا السباق؟ تم إصلاح دراجة هذا المتسابق، وهذا الدراج من فريق الإمارات يحاول كذلك الآن العودة والانضمام إلى زملائه في الفريق في فريق الإمارات. طبعا الأمان والسلامة هي المطلب الرئيسي بالنسبة للدراجين. شاهد هنا كوكبة الدراجين في المقدمة، شاهد أيضا عربة التروس أو ناقل الحركة بالنسبة للدراجة، شاهد هنا الأطفال والمتابعون من جميع الأعمار كذلك يتابعون هذا الطواف. لا زال الستة في المقدمة، متسابقان اثنان من فريق دايركت انرجي، رومان كارديس وكذلك فابيان غرالييه. 1000 كيلومتر متبقية وكيلومتر واحد أو عفوا 1000 متر متبقية بمعنى كيلومتر واحد على السبرنت في هذه اللحظات. نقطة السبرنت أمامنا، من سيسجل النقاط الثلاث قبل 62 كيلومتر من خط النهاية؟ النقاط الثلاث تذهب لمن؟ تذهب لكينيث فان رويف من مسابق فريق سبورت فالادين، رومان كارديس بنقطتين، جولين مارتير بنقطة واحدة في المركز الثالث في السبرنت الأول في هذا السباق أو هذه المرحلة تحديدا. هنا أيضا طلاب المدارس في انتظار مرور الدراجين. استمر الدراجون الآن في المرور نحو النهاية. إلى أين؟ إلى الجبل الأخضر. الجبل الأخضر هذا المكان الجميل جدا، وهذه النعمة الربانية التي وهبها الله لنا. شاهد أمامنا المباني القديمة التي تمتاز بها هذه المنطقة السياحية والباردة جدا طوال العام. استمر الدراجون الآن في التقدم للأمام مرورا بالجبال وكذلك المناطق المسطحة. 4 دقائق و30 ثانية قبل 55 كيلومتر من خط النهاية. أذكر بأن هذا السباق سيكون أو ستكون نهايته في أعلى الجبال أو أعلى أو في أعلى ارتفاع كذلك في الجبل الأخضر، وبالتالي من المتوقع أن يجد المتسابقون كذلك صعوبة تامة في عملية الوصول إلى خط النهاية، وبالتالي هذا أحد المرشحين من فريق البحرين كذلك يتواجد في المقدمة، متسابق فريق البحرين وهو دومينيكو بوزافيفو. في المقابل هنالك فريق الإمارات يتواجد ألكسندر كريستوف وروي كوشتا أيضا أحد المرشحين بقوة من الجماهير. تحية خاصة للدراجين، شاهد هنا أيضا كوكبة الدراجين في يعني درجة حرارة نوعا ما صعبة كانت في ذلك اليوم. هنا المتسابق أو متسابق فريق أبروكسل العائد من الإصابة وشارك في طواف عمان إليوت ليتير. In the winter I already saw the parkour which suits me very well. So I was very motivated to come over here and do well. Last year I had 3 surgeries. هذا المتسابق عمل 3 عمليات جراحية. بالتالي العودة هنا تعتبر إنجاز بالنسبة لي. إليوت بالتالي هو سعيد جدا بالتواجد في هذا الطواف وتحديدا في سلطنة عمان كما يقول. And then afterwards I was every day with the physio training very hard.
I really saw the bottom. كما يقول بأنه كان الفترة الماضية يتمرن بشكل قوي جدا حتى يعود إلى مستواه ويشارك في هذا الطبع. Trying to get back at my old level. I've been already several years professional. ويقول بأنه أيضا متسابق أو متسابق محترف منذ سبع سنوات. Now I'm feeling I can be there with the big guys. حاليا يستطيع أيضا أن يتنافس مع بقية الدراجين بمستوى عالي. أريوت ياتياغ سبق فريق ويلان بروكسل 28 سنة لهذا المتسابق. شاهد هنا البيوت الأثرية والمنازل الأثرية والآثار التي لا تزال حاضرة وشاهدة كذلك على التاريخ السطر العريق. 20 كيلومتر على خط النهاية. شاهد هنا الصعوبة الكبيرة بالنسبة للدراجين. شاهد هنا الآن سابق فريق دايركت انرجي فابيان غرالير دوفال وكارلس وغرالير وستيل ومورتير وفان روي سداسي المقدم الآن الذين يقودون السباق. رومان كارلس 26 سنة لهذا الدراج من فريق دايركت انرجي. هو الآن والانطلاقة إلى الجبل الأخضر والوصول تحديدا إلى ولاية بركة الموز قبل الدخول لمرحلة الصعود ومرحلة الأصعب ولا نقطة السبرنت في ولاية بركة الموز في هذه اللحظات. ومرة أخرى كانت فان روي يتحصل على النقاط الثلاثة، ستين ستيلز بنقطتين ورومان كارلس بنقطة واحدة. هنا بعض المناظر كذلك في الجبل الأخضر والمنتجعات فنادق التي تتواجد في هذا المكان الجميل وتعتبر كذلك منطقة رائعة تماما للاستجمام على مستوى عالمي جدا. هنا بركة الموز ودخول الدراجين واقترابهم كذلك من أمام بيت حصن الرديدة أو حصن بيت الرديدة وكذلك الانطلاق إلى الأعلى كما نشاهد أمامنا الآن. تقدم والفارق أصبح 3 دقائق و10 ثواني قبل كيلومترات و700 متر. هنا يبدأ الدراجون مرحلة الصعود والمرحلة الأصعب من السباق والأصعب في الطواف بشكل عام. شاهد الآن العمل الكبير من قبل الدراجين وتغير كذلك في سرعة الدراجين وكذلك تكنيك الدراجين واستعمال علبة أو استعمال الغيار في الدراجة غيار مختلف تماما عما كان عليه في المسافات المسطحة. دافال الآن يتوقف، جوليان مورتير أيضا في حالة صعبة تماما، توقف على اعتبار بأن يعني استنزف فيما هنا الكوكب الآن تقترب كذلك من نقطة الصعود قبل 5 كيلومترات و700 متر. ستين ستيلز أيضا ستاين ستيلز يحاول لكن أيضا يبدو بأنه سيعاني. فابيان غرالير من دايركت انرجي لا زال يقاوم ويحاول والوصول إلى خط يحاول الوصول إلى خط النهاية. شاهد الآن
قبل 5 كيلومترات من خط النهاية. عملية الصعود بالنسبة لغراليا الفرنسي من فريق دايركت انرجي. ب 24 سنة غاليا الفرنسي شاهدنا فريق سي 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 يقود كوكبة الدراجين قبل 5 كيلومترات من خط النهاية. 5 كيلومترات هي الأصعب بالنسبة لهذه الكوكبة وبالنسبة للدراجين في الطواف. لازال غاليا يحاول ويمضي بقوة ويدفع في هذا السباق بكل ما يملك من إمكانيات. لا زال غراليا في المقدمة وحيدا بعدما تساقط كذلك 5 دراجون أيضا مع كانوا مع غراليا قبل 4 كيلومترات. الآن الكوكبة تقترب، شاهد أيضا درجة حرارة التي تؤثر على الدراجين. جوليان مغتير متسابق جوليان مورتير المتسابق أيضا يحاول. ستاند ستيلز من فريق شارليا رومبوت شارليا يستغني عن هذه النظارة بينما غاليا لازال في المقدمة. هنا جوليان دوفال من فريق لامونديال يعاني في عملية الصعود والاختبار كما ذكرت الأصعب. 3 كيلومترات الآن أمام الكوكبة التي أصبحت الآن متفرقة كما نشاهد. واضح مدى الصعوبة الكبيرة في هذا أو في هذه المرحلة تحديدا. نزال غاليا في المقدمة هنا في أمامنا نشاهد على الجهة اليسرى محاولة الدخول أيضا من لوتسينكو. خيسوس خرادة أيضا موجود في الصورة. لازال غاليا في المقدمة. فابيان غاليا الفرنسي من عمره 24 سنة هذا المتسابق الفرنسي الذي شارك قبل هذا السباق بفولتا لكوميتات فالنسيانا واحتل المركز 115 في الترتيب العام في ذلك الدرج. هنا الآن السرعة تزداد. أليكسي لوتسينكو من فريق أستانا في المركز الثاني أو في ثاني الدراجين في هذه الصورة كما نتابع الآن من خلال هذه الكوكبة تحديدا. لكن غرالييغ الفرنسي لازال يمضي بقوة قبل تقريبا 2 كيلومترين من خط النهاية بينما هنا الصراع يزداد من قبل هذه المجموعة من الدراجين. لازال غاليا يحاول صعبة وصعود صعب بالنسبة لهذا الدراج. 2 كيلومتران الآن كما ذكرت متبقيات على نهاية هذا السباق. ماتياس فرانك يحاول أيضا ودراجون أيضا من فريق الإمارات. هنا غاليا التعب ينال من هذا الدراج. شاهد هنا المتسابق الكولومبي أباتوما لكن هنا يظهر أيضا لوتسينكو في تسارع كما نشاهد وفي أيضا تناغم كبير في حركة ساقي هذا المتسابق الكازاخستاني. هل يمكن اللحاق بغاليا من قبل المتسابق لوتسينكو قبل أقل من 2 كيلومترين ربما 1.5 كيلومتر؟ هنا يطلب غيرادا التقدم ويشجع غيرادا من الفريق الآخر. لوتسينكو كما نشاهد مع غيرادا خيسوس غيرادا لكن شاهد غاليا أليكسي لوتسينكو في المركز الثاني حاليا ويقود المجموعة الثانية خلف غاليا. حاول
بوزوفيفو أيضا يظهر ويتقدم على لوتسينكو. إذن بوزوفيفو المتسابق الإيطالي لفريق البحرين ميريدا. صراع بين متسابق فريق أستانا وفريق البحرين ميريدا. هنا نشاهد التحضير والهدوء وكذلك الشراسة قبل الوصول إلى خط النهاية. كيلومتر واحد متبقي أمام هذا المتسابق. غرانييه هل يستطيع الصمود والتفوق على لوتسينكو وبوزوفيفو؟ بوزوفيفو ولوتسينكو في المركزين الثاني والثالث حاليا. عملية صعود صعبة تماما للدراجين كما نتابع في اللحظات الأخيرة من هذا الطواف وهذه المرحلة الأصعب من مراحل طواف عمان. شاهد لوتسينكو في الجهة اليمنى الآن في المركز الثالث. الآن هذا المتسابق الذي نشاهده أمامنا في الصورة يتقدم على بوزوفيفو. ستتضح الأمور في الأمتار الأخيرة من هذا السباق من سيكسب هذه أو هذا التحدي وهذه المواجهة. بعد أكثر من 144 أو 150 كيلومتر يقترب الآن الدراجون إلى خط النهاية. يحاول غرانييه في آخر الأمتار الحفاظ أو الحفاظ على الصدارة والفوز بهذه المرحلة قبل 500 متر فقط الآن أمام لوتسينكو وكذلك بوزوفيفو في محاولة الفوز بهذه المرحلة. غرانييه لا زال في المقدمة أمام تقريبا الآن ربما 400 متر. متسابق فريق أستانا أليكسي لوتسينكو يتقدم بشكل رائع تماما وخلف دومينيكو بوزوفيفو يتقدم أيضا هو الآخر. صراع كبير في الأمتار الأخيرة من هذا السباق يحاول كذلك التغطية عليه ولكن يعني بشكل قانوني جدا. آخر 300 متر من السباق والتشجيع والمؤازرة. شاهد هنا غرانييه هل يستطيع حسم هذا السباق ويفاجئ الجميع. يقترب لوتسينكو وبوزوفيفو من غرانييه على خط النهاية قبل تقريبا 200 متر بالفعل من نهاية السباق. هل يستطيع الحفاظ غرانييه على تقدمه في آخر تقريبا 150 متر من السباق؟ 150 أو 100 متر يحاول غرانييه سحب المتسابقين. لوتسينكو بتسارع رائع تماما يظهر الآن قوته في آخر اللحظات. لوتسينكو يتقدم وربما يصل وبالفعل يصل إلى غرانييه ويمر من أمام غرانييه ويحصد الصدارة حتى الآن قبل 100 متر من خط النهاية. هل يحاول أو هل يستطيع غرانييه الصمود؟ ولكن من من يستطيع الصمود أمام هذا المتسابق اللي هو أليكسي لوتسينكو؟ أليكسي لوتسينكو يتقدم بكل جدارة إلى خط النهاية ليفوز بجولة الجبل الأخضر الجولة الأصعب في طواف عمان ويقضي مسافة 152 كيلومتر بكل جدارة. غرانييه في المركز الثاني وفي المركز الثالث أتى بوزوفيفو. هنا نشاهد بقية الدراجين في عملية الوصول إلى خط النهاية من السباق الصعب جدا والذي ابتسم للمتسابق الكازاخستاني. هنا لحظة الوصول والشكر لله من هذا المتسابق أليكسي لوتسينكو متسابق فريق أستانا الذي يحافظ على القميص الأحمر. لوتسينكو يتلقى التحايا من وكذلك فلاشات أيضا الكاميرات من الإعلاميين وفرق الإعلام الحاضرة هنا. إذن لوتسينكو الفائز بهذه الجولة يفوز بهذه الجولة في زمن وقدره 3 ساعات و44 دقيقة و3 ثواني متفوق عن بسبع ثواني عن فابيان غرانييه. لوتسينكو كذلك يحافظ على القميص الأحمر ويظل في الصدارة ويقترب من حسم طواف عمان لمصلحته. 18 ساعة 38 دقيقة و39 ثانية. Sì, perché questa stagione per me è veramente durante. Perché due يقول بأن المرحلة كانت بالنسبة له صعبة جدا
e per quello questa stagione è veramente duro perché اليوم كان السباق صعب جدا. Dopo il primo ritiro in Spagna e quando è tornato in casa mia moglie è stata in ospedale. وتحدث ايضا بان زوجته ايضا موجوده في المستشفى وبالتالي كان يعاني من ظروف نوعا ما اجتماعيه صعبه قبل الدخول في هذا السباق. لوتسينكو ايضا الافضل في صراع النقاط ب 45 نقطه في المركز الاول قبل الكسندر كريستوف وغريك فان افرمارت. افضل متسابق شاب في هذه الجوله ذهب الى المتسابق او متسابق فريق اركيا ايلي غاسبار بعد أداء الجميل جدا في عملية الصعود في الجولة الأخيرة. أما المتسابق الشرس فذهب لمتسابق فريق سبورت باربن فان هايكي متسابق الفريق فريق سبورت البلجيكي. بشكل كرام شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.